السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، وبإذن الله راح نخدم معكم هذا الموديل تاع التلايق للخزانة. هذا الموديل ساهل ماشي صعيب، خدمته بالكوطة رقم 16. هذا موديل بالنسبة للارتفاع تاعو هو 12 سنتيم. نبداو على بركة الله، نبداو نخدمو بالكوطون رقم 16 وبالكروشيه رقم 18. أولا نخدمو العقدة، نبداو نخدمو سلسلة فيها 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين. بدينا العمل بسلسلة فيها 30 عوينة. نكملوا العمل دركا، نخدموا الصف الاول بعد ما خدمنا السلسله فيها 30 عوينه. شوفي دركا هنايا نبداو نخدموا السلسله فيها 1 2 3، نزيدوا السلسله فيها 1 2، لفوا الخيط على الكروشي. شوفي عندنا هذه العوينه، هنا بدينا خدمنا السلسله فيها 5، عندنا هذه العوينه 1، يعني هي اللي طلعنا فيها هذيك 3 عوينات على اساس عمود. دركا شوفي هنا نخلو العوينة هذه، يعني العوينة رقم 29 28 27، نروحو لها ندخلو ونجبدو الخيط ونخدمو عمود هكذا. نكملو العمل سلسلة فيها 1 2، لفو الخيط على الكروشي. دركا بين العمود والعمود دائما نخلو عوينتين في الاسفل ما نخدموهمش، كيما هكذا عندنا عوينه 1 2 3 ندخلو فيها ونخدمو العمود. هذا رقم 1، نزيدو تاني نخدمو في نفس العوينه نخدمو عمود تاني، يعني خدمنا عمودين هكذا. يعني هذه السلسله هنا اللي طلعنا فيها 5، 3 عوينات على اساس عمود والعوينتين بين العمود هذايا الاول والثاني. دركا نكملوا العمل، لفوا الخيط على الكروشيه. دركا ما نخدموش سلسله، نروحوا للعوينه اللي بعدها هنايا مباشره بعد ما خدمنا هذوما العمودين. هنايا ندخل نخدموا عمود رقم 1 والسلسله فيها 1 2 3، لفوا الخيط على الكروشيه وفي نفس العوينه ندخلوا نخدموا عمود الثاني هكذا. دركا نلفو الخيط على الكروشي ونروحو كذلك العوينة اللي بعدها، يعني 3 عوينات نخدموهم، كل عوينة نخدمو فيها عميدة هكذا وكل عوينة فيها عمودين. ندخلو هنا في العوينة هذه اللي بعدها بعد اللي خدمنا فيها، نجبدو الخيط ونخدمو عمود رقم 1 ونزيدو عمود الثاني، يعني خدمنا فيها عمودين هكذا، يعني كشغل تشكل لنا صدفة. دركا نكملو العمل عادي، سلسلة فيها 1 2، لفو الخيط على الكروشي نروحو. شوفي هنايا وين عندنا العوينات، شوفي هادي عوينة 1 2 3، ندخلو فيها ونخدمو عمود. أنا نخدمو في الصف الأول 1 2، سلسلة فيها 2، لفو الخيط على الكروشي، يعني خدمنا عمود هنايا. نزيدو راحين نخدمو العمود الثاني، نحسبو 1 2 فهادي الثالثة، ندخلو ونخدمو عمود. نزيدو سلسلة فيها 1 2، نلفو الخيط على الكروشي، نزيدو 1 2 3، نروحو نخدمو العمود الثالث. نزيدو سلسلة فيها 1 2 ونروحو نخدمو العمود الرابع، نحسبو 1 2 العوينات هادي الثالثة، ندخلو فيها ونخدمو العمود الرابع. يعني هادوما العوينات اللي باقيين نخليهم من بعد نخدمو فيهم. دوكا واش راح ندير؟ دوكا ننتقلو نخدمو الصف الثاني من الأعمدة. دركا نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 على أساس عمود ونزيدو سلسلة فيها 1 2، نقلبو العمل هكذا، نلفو الخيط على الكروشي ونروحو. شوفي هذا العمود الثاني، ندخلو فيه نخدمو العمود الثاني، لخاطر الأول هو السلسلة اللي طعنا بيها. نزيدو سلسلة فيها 1 2، نلفو الخيط على الكروشي، هذا العمود الثالث نخدمو في وسطو عمود أو في الأعلى عمود.
نزيدو سنسة فيها واحد اثنان، نزيدو هذا العمود الرابع، نخدمو كذلك في الأعلى عمود، هكذا يتشكل لنا مربعات. دركا سنسة فيها واحد اثنان، شوفي نروحو هنايا، عندنا هذا العمود هنايا وعندنا الصدفة، ندخلو هنايا نخدمو عمود واحد، نزيدو نلفو الخيط على الكروشي، نروحو العمود هذا الثاني ندخلو فيه، نزيدو نخدمو عمود ثاني، ودوكا نزيدو نلفو الخيط على الكروشي ونروحو العمود هذا الثالث ندخلو ونخدمو العمود الثالث هكذا. دوكا واش راح نديرو، ندخلو هنا في هذه السلسله اللي فيها ثلاثه، نلفو الخيط على الكروشي وندخلو في قلبها ونخدمو عمود واحد اثنان ثلاثة، خدمنا ثلاثة، يعني كي تحس بهم هنا تلقاي عندك ستة أعمدة. نطلعو بسنسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفو الخيط على الكروشي ندخلو في نفس السنسلة أو الفراغ، نخدمو عمود رقم واحد، نزيدو اثنان، نزيدو ثلاثة، يعني خدمنا دوكا ثلاث أعمدة. دوكا نكملو العمل عادي، سنسلة فيها واحد اثنان، ونروحو نخدمو فوق العمود عمود، يعني نروحو لهنايا شوفي نخدمو عمود، نزيدو سنسة فيها واحد اثنان، نلفو الخيط على الكروشي نحسبو عوينتين، واحد اثنان التالتة، واحد اثنان التالتة، ندخلو فيها ونخدمو عمود هكذا. كيما هكذا نكونو خدمنا الصف الثاني. دركا نخدمو الصف رقم ثلاثة، نطلعو سنسة فيها واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان، زدنا يعني كامل خمس عوينات. دركا نقلبو العمل، نلفو الخيط على الكروشي ندخلو في هذا العمود الثاني، ندخلو هنايا فوقو او اعلى، نخدمو العمود في الاعلى هذا العمود الثاني، نكملو سلسة فيها واحد اثنان، نروحو شوفي مباشرة. دركا انا راجعين ندخلو في قلب هذه الصدفة ونخدمو صدفة بثلاثة اعمدة، سلسة فيها ثلاثة وثلاثة اعمدة هكذا. دركا رانا راجعين هكذا، نزيدو ندخلو ونخدمو العمود واحد، نزيدو اثنان، ونزيدو ثلاثة. دوكا واش راح نديرو؟ شوفي دوكا عندنا هادوما الأعمدة، هادوما عندنا ستة، دوكا ندخلو فيهم نخدمو فوق كل عمود عمود هكذا، العمود رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هكذا، يعني كي تحس بهم كامل حتى للصدفة هنايا تلقاي تسعة. دركا نروحو نكملو نخدمو مربعات، بسنسة فيها واحد اثنان، نروحو دركا فوق العمود هذا الأول ندخلو نخدمو عمود، نزيدو سنسة فيها اثنان، العمود الثاني فوقو عمود، سلسة فيها اثنان والعمود الثالث كذلك فوق عمود، سلسة فيها اثنان والعمود الاخير، سلسة فيها اثنان هنايا، هذه العوينة الثالثة هي اللي ندخلو فيها ونحكمو العمل ونخدمو عمود. دركا راح نخدمو الصف الرابع، سلسة فيها واحد اثنان ثلاثة على اساس عمود، ونزيدو عوينتين كيما هكذا، يعني كامل خمسة عندك. نقلبو العمل ندخلو في العمود هذا الثاني، ندخلو السلسلة فيها واحد اثنان، نروحو نخدمو العمود الثالث فوق العمود الثالث، ودائما هنا وين عندنا المربعات دائما عندنا سلسلة فيها اثنان، يعني دائما يتكرر العمل. عمود الثالث عفوا العمود الرابع. دروك هنا شوفي راحين ندخلو هنايا، هنا واش راح نديرو؟ سلسلة فيها واحد اثنان، نلفو الخيط على الكروشيه، دروك نخدم فوق الأعمدة هادوما، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني دوكا كي تحسبي تلقاي عندك تسعة أعمدة
هذا الصف الرابع، يعني 1 2 3 4. دركا نروحو مباشرة لفرخيط على الكروشيه، ندخلو في قلب هذه السنسلة أو الصدفة أو السلسلة اللي فيها ثلاثة. نخدمو الصدفة عادي بثلاثة أعمدة، سلسلة فيها ثلاثة وثلاثة أعمدة هكذا، سلسلة فيها 1 2 3. نزيد العمود الثاني والعمود الثالث. دركا نكملو العمل عادي. هنا دائما ما يتغيرش العمل، هو عندنا مربع هكا، شوفي عندنا مربع 1 2. دركا 1 2 سلسلة فيها 2، ونروحو مباشرة للعمود هذايا الأول وندخلو فيه ونخدمو عمود، نزيدو سلسلة فيها 2 ونروحو كذلك 1 2 في الثالثة. هنا وين الثالثة ندخلو ونخدمو عمود هكذا. شوفي دائما عندنا في كل صف، عندنا في كل مرحلة عندنا العمل، عندنا الصفوف 4 صفوف كيما هكذا 1 2 3 4. دركا باش ننتقلو نخدمو الجزء الثاني هذايا، هذا كملنا الجزء الاول، الجزء الثاني هو اللي راح يحكم لنا هذه السلسلة اللي فيها فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. دركا أنايا ندخلو نخدم العمل أو الجزء الثاني. دركا نبداو نخدمو الجزء الثاني اللي باش يحكم لنا هادوما السلاسل. واش راح نديرو؟ نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 على أساس عمود، ونزيدو سلسلة فيها 2، نقلبو العمل، نلفو الخيط على الكروشيه، ندخلو هنايا في العمود هذا الثاني، عمود في الأعلى، سلسلة فيها 1 2، ونروحو نخدمو في وسط هذه الصدفة، نخدمو صدفة دائما هكذا، ثلاثة أعمدة، سلسلة فيها 1 2 3، دركا هنايا باش نرجعو نديرو، نرجعو شوفي كيما خدمنا هنايا في البداية، نخدمو 4 أعمدة كيما هكذا، يعني خدمنا الصدفة في قلب الصدفة. دركا نخدمو سلسلة فيها 1 2، نروحو شوفي عندنا وين الأعمدة، نحسبو العمود 1 2 الثالث، ندخلو فيه ونخدمو عمود، سلسلة فيها 1 2، نزيدو نحسبو دائما بنفس الطريقة عمودين، أو كيما هنا بدينا في السلسلة نخلو عوينتين. دركا نخلو عمودين 1 2 الثالث، ندخلو سلسلة فيها 1 2، دائما بنفس الطريقة نخلو عمودين، يعني هكذا شوفي 1 2 الثالث، نخدمو في سلسلة فيها 2، نحسبو 1 2 الثالثة، ندخلو ونخدمو عمود هكذا، يعني رجعنا كيما كنا نخدمو في البداية هنايا. شوفي هنايا يعني نفس العمل أو يتكرر هنا. دركا نكملو العمل، شوفي هنايا واش راح نديرو. هنا نخدمو سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لفرخيط على الكروشيه، شوفي نروحو المربع هدايا الرابع، هنا في الجزء الأول 1 2 3 4، ندخلو هنايا ونخدمو عمود 1، نزيدو 2 ونزيدو 3، سلسلة فيها 1 2 3، لفرخيط على الكروشيه، نزيدو ندخلو في نفس المربع هذا الرابع، ونخدمو العمود الأول والثاني هذا والثالث، يعني خدمنا الصدفة في هذا المربع الرابع. دركا باش نروحو شوفي نحكمو العمل هنا في هذه السلسلة، واش راح نديرو؟ نهبطو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دركا نروحو لهنا، نحسبو هنا في العوينات 1 2، الثالثة ندخلو فيها ونحكمو العمل بالمايسيري. هنايا بعد ما حكمنا ماي سيغي هذه الاولى في هذه السلسله اللي فيها 10، نحسبو شوفي نخدمو عوينه من بعد نقلبو العمل هكذا، ونرجعو بالماي سيغي، نرجعو ماي سيغي، شوفي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رجعنا ب 11 ماي سيغي،
دونك نكملوا العمل. شوفي عندنا هنا الاعمده هادو ما ثلاثه، دونك هنا واش راح نديرو؟ هنايا راح نطلعوا بسنسله فيها واحد اثنان، يعني شوفي عندنا هذه المايسيه خدمنا فوقها هنايا في الاعلى عندنا عوينه وحده والثانيه. دونك نلفوا الخيط على الكروشي ونروحوا نخدموا في هذوما الاعمده هنايا، يعني في هذه الصدفه نخدموا عمود رقم واحد، نزيدوا عمود الثاني، عمود الثالث فوق العمود الثالث اللي في الاسفل هكذا. دروكا ندخلوا في السلسله هذه اللي فيها ثلاثه، ندخلوا نخدموا عمود رقم واحد، نزيدوا اثنان، ونزيدوا الثالث، يعني شوفي اصبح عندنا سته. دروكا نخدموا السلسله فيها واحد اثنان ثلاثه، لفوا الخيط على الكروشي، ندخلوا في نفس السلسلة اللي فيها ثلاثة يعني الصدفة اللي في الأسفل، ونخدمو عمود رقم واحد والعمود الثاني، ونزيدو العمود الثالث. دركا نرجعو نكرر العمل، نلفو الخيط على الكروشي وندخلو هنا في العمود هذا واحد، ونزيدو هذا الثاني في الأعلى نخدمو فوقو عمود واحد أخر، ونزيدو هذا العمود الثالث ثاني كذلك في الأعلى عمود هكذا. يعني شوفي ستة وستة، يعني تقدري تحسبي ثلاثة وصدفة عبارة على ثلاث أعمدة، سلسلة فيها ثلاثة ثلاثة أعمدة وبعد ثلاث أعمدة. دركا نروحو نكملو العمل، دركا نكملو العمل. شوفي كيما كنا هنايا نخدمو في المايسيغي، المايسيغي الأخيرة سلسلة فيها اثنان ورجعنا نخدمو في الأعمدة، هنا تاني كذلك بنفس الطريقة، يعني دركا نهبطو بسلسلة فيها واحد اثنان ونروحو نخدمو المايسيغي في هذه السلسلة اللي فيها 12، يعني نبداو نخدمو المايسيغي واحد، مايسيغي اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. شوفي ندخلو هنا وين عندنا العمود، ندخلو هنا شوفي في هذا العمود في قلبو نخدمو ماي سيغي هكذا، نطلع بسلسله فيها واحد اثنان، تسمى دوكا شوفي هذه ماي سيغي وسلسله هذه اللي فيها اثنان يعني على اساس عمود، ونكملو العمل. دوكا العمل دوكا راحين نخدمو شوفي الصف الثاني، هذا الصف الاول في الجزء الثاني، يعني دوكا راح نخدم سلسله فيها واحد اثنان ونلفو الخيط على الكروشي ونروحو نخدمو فوق العمود هذا الثاني عمود هكذا باش نكملوا العمل. دوكا سلسلة فيها اثنان وروحوا فوق العمود الثالث ونخدموا عمود، سلسلة فيها اثنان وفوق العمود الرابع نخدموا عمود، يعني كيما هكذا باش تطلعي وتكملي الصف الثاني في الجزء الثاني هكذا. دوكا نكملوا العمل، سلسلة فيها واحد اثنان بعد ما خدمنا أربعة أعمدة كي تحس بيهم واحد اثنان ثلاثة أربعة. دوكا نروحوا شوفوا هنا وين عندنا الأعمدة، نرجعوا نكرروا نفس العمل كيما خدمنا في الصف الثاني في الجزء الأول، يعني يتكرر فوق هادو ثلاثه اعمده كل عمود فوقها عمود، ومن بعد ندخلو في السلسله هذه اللي فيها ثلاثه هنا نخدمو ثلاثه اعمده هكذا، العمود الاول نزيدو العمود الثاني والعمود الثالث، السلسله فيها اثنان نزيدو ندخلو في نفس السلسله ونخدمو عمود رقم واحد، نزيدو عمود الثاني والعمود الثالث. دركا نكملو العمل عادي، سلسلة فيها واحد اثنان كيما كنا نخدمو في الجزء الأول في الصف الثاني بنفس الطريقة، نحسبو واحد اثنان هنا لعبنا الثالثة هادي ندخلو فيها ونخدمو عمود هكذا. دركا أنا واش راح ندير؟ عندنا شوفي عندنا هنايا هنا دركا أنا واش راح ندير؟ راح نرجع بالصف الثالث هذايا كيما خدمنا في الصف هذا الثالث، يعني شوفي عندنا هذايا هذا هو الثالث، دوكا انا راح نخدمو نكرر نفسه كي نكون هنايا في المربع هذا الرابع نعاود نرجع لكم، او العمود الرابع نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني وصلت انا للمربع هذايا الرابع او العمود رقم أربعة، سلسله فيها واحد اثنان، دوكا نروحو نخدمو هذا العمود الرابع، نحسبو واحد اثنان في العوينه الثالثه ندخلو ونخدمو عمود فوق العمود هكذا. دركا راح نكملو العمل، شوفي كيما هنا طلعنا بالسلسلة،
دونك كذلك نطلعوا بالسلسله نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نلفوا الخيط على الكروشي، شوفوا نروحوا نخدموا فوق كل عمود عمود هنايا في هذا المربع، ونخدم لهنايا صدفه، من بعد نخدم لهنايا 6 6 كامل 12. دونك نخدم فوق كل عمود عمود هكذا مباشره. سما دوكا راني راجعه، راني طالع عفوا، بعد نرجع هكذا. يعني كيما خادمه لتحت 6 نخدم في الاعلى 6 فوق كل عمود عمود. كي نوصلوا للسلسله اللي فيها 3 يعني قلب الصدفه، نخدموا فيها 3 اعمده، 1 2 3 هكذا. يعني دركا يعودوا عندنا 9، 3 و 3 3 سلسله فيها 1 2 3. دركا نكمل العمل في نفس السلسله دائما بنفس الطريقه، نخدموا سلسله فيها، نخدموا 3 اعمده في قلبها، ونكمل نخرج كذلك كما دخلت بسلسله فيها بستة اعمده، نخرج بستة اعمده هكذا. العمود الثالث، الرابع، والعمود رقم 5، عمود رقم 6 هكذا. كيما شوفي دوكا واش راح ندير، دوكا باش نروحو نكملو ونعدنا هنايا الأعمدة، واش راح نديرو؟ نطلعو كذلك، هنا طلعنا بسلسلة، كانت السلسلة فيها 11، دوكا نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خدمنا سلسلة فيها 10، نروحو نحكموها دائما بنفس الطريقة. شوفي عندنا عوينة هادي ما نحكموش فيها، الثانية لا لا، الثالثة ندخلو فيها، ندخلو بماي صيغي هكذا. نخدم عوينة ونقلبو العمل هكذا، وندخل هنا نخدم الماي صيغي، نخدم ماي صيغي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دائما بنفس الطريقه باش نطلعوا نخدم فوق الاعمده، سلسله فيها 1 2، نلف الخيط على الكروشيه وندخل نخدم فوق كل عمود عمود. دوكا انا واش راح ندير، راح نخدم الاعمده كما كنا نخدمه من قبل، يعني هنا في بدايه العمل دائما يتكرر نفس العمل هنايا هكذا. يعني واش راح نديرو؟ شوفي راح نخدمو فوق الأعمدة هادو كامل أعمود، يعني 1 هذا الأول، ونزيدو الثاني، نزيدو الثالث، ونزيدو 4، نزيدو 5، ستة، سبعة، 8، 9. دركا شوفي عندنا هذه السلسله اللي فيها 3، ندخلوا فيها ونخدموا عمود 1 2 3، سلسله فيها 1 2 3، نكرروا العمل، ندخلوا في نفس السلسله او الصدفه في قلبها، ونخدموا 3 اعمده، ونخرجوا ب 9 اعمده خلاف هذوما اللي في الوسط، يعني هذوما، يعني هذوك 9 هنايا 1 9 10 11 12، يعني كامل يعود عندي 12. دونك راح نكمل هذا، نخدم هذا الصف كيما خدمت هذا، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انا هذه المرحله، يعني شوفي كامل يصبح عندي الاعمده عندي 12 عمود في كل جهه، الجهه هذه والجهه هذه. دونك نكملوا العمل، شوفي دور دائما بنفس الطريقه باش نهبطوا نخدموا في السلسله، نهبطوا بسلسله فيها 1 2 كيما نطلعوا هنايا، كي يكونوا نخدموا السلسله هذه الاولى وهذه الثانيه. دوكا ندخلوا هنايا نخدموا الماي سيري، نخدموا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 دوكا بعد ما خدمنا 11 ماي سيغي نحكم هنا وين عندنا العمود ماي سيغي نطلع بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دوكا شوفي رجعنا بسلسله شوفي هنايا كان نورمالمون انا نكمل نخدمو الصف الرابع من المربعات كيما خدمنا في هذا الجزء هنايا يعني خدمنا عادي لا دوكا كي رانا نخدمو هنا في هذه فقط البدايه دوكا كي رانا نخدمو هنايا واش راح نديرو باش نكملو العمل ونفينيو هذا الجزء اللي يجي في الاسفل اللي هو مشبه هادو ما تلايق واش راح نديرو بعد ما خدمت السلسله هنايا فيها 12 راح نخدم شوفي راح نحكم العمل هذايا نحكمو هنايا وين عندي الاعمده يعني راح نرجع يعني الصف الرابع مازال ما خرجتش به هنايا شوفي هنا الصف الرابع ما خرجتش به دوك راني راجعه باش من بعد كي نجي راجعه دوك نطلع ونهبط كي نكون هابطه هنايا نكملو الصف الرابع دوك واش راح نديرو هنايا بعد ما خدمت سلسله فيها 12 نروحو شوفي هنايا وين عندنا هذا العمود نلفو الخيط على الكروشيه وندخلو ونخدمو فوق العمود عمود هذا الاول هكذا دوكا واش راح ندير شوفي دوكا نخدم سلسله فيها 1 2 ونروح شوفي نخلي في الاسفل عمود هذايا الاول ونروح اللي بعده الثاني هكذا نزيدو سلسله فيها 1 2 ونروح ونخلو عمود الاول ونزيدو الثاني نخدمو فيه يعني دائما بين العمودين هنايا كاين عمود في الاسفل هنا ما نخدموش سلسله فيها 2 في الاعلى وفي الاسفل نخلو عمود ونروحو العمود اللي بعده هكذا واحد اثنان نزيدو بنفس الطريقه نخلو عمود نروحو العمود اللي بعده اي الثاني ونخدمو عمود في الاعلى سلسله فيها 1 2 نخلو هذا العمود نروحو العمود الثاني هكذا يعني تلقاي روحك هنا وين عندك 12 عمود في الاسفل خادمه 6 اعمده في الاعلى يعني هنا في الاخير يبقى عمود واحد دوكا نكملو العمل سلسله فيها 1 2 ونروحو هنا وين عندنا في الوسط هنا وين عندنا في قلب الصدفه سلسله فيها 3 نخدمو عمود عادي سلسله فيها 1 2 نروحو دوكا نخلو عمود نروحو اللي بعده ونخدمو عمود سلسله فيها 2 نروحو كذلك عمود نروحو اللي بعده ونخدمو عمود سلسله فيها 1 2 نلفو الخيط على الكروشي نخلو عمود نروحو اللي بعده يعني في كل جهه يكونوا عندنا 6 اعمده هكذا سلسله فيها 2 هكذا حتى الاخير سلسله فيها 2 وهنا شوفي عندنا عمود هذا العمود الاخير ندخلو ونخدمو فيها عمود يعني تلقاي روحك خادمه 6 في كل جهه وسبع هذا يكون في الوسط دوكا باش نكملو العمل نروحو نحكمو المره الثالثه والاخيره نهبطو بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نروحو هنا وين عندنا هذه السلسله ونبدينا الخدمه نحسبو عوينه 1 2 هذه الثالثه ندخلو فيها ونحكمو العمل بالماي صيغي نزيدو عوينه وحده ونقلبو العمل يعني دوكا نرجعو ب 11 ماي صيغي نبداو نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دركا نكمل العمل سلسله فيها 1 2 شوفي هنا ندخلو هنايا ونخدمو فوق العمود عمود هكذا دوكا هنا واش راح نديرو شوفي هنا في الاسفل كان عندنا سلسله فيها 2 هنا نخدمو عوينه وحده ونزيدو نحسبو 1 2 3 دوكا نخدمو غرزه بيكو نروحو للعوينه هذه الاولى ونجبدو الخيط ونحكمو العمل بالمنزلقه فقط نلفو الخيط على الكروشي ونروحو نخدمو عمود فوق العمود الثاني هكذا نزيدو سلسله فيها 1 2 3 4 نروحو للعوينه الاولى نحكمو العمل بالمنزلقه ونروحو نخدمو فوق العمود هذا الثالث عمود سلسله فيها 1 2 3 4 نروحو البدايه
نجبدو الخيط غير فقط بالمنزلقة ونروحو نخدمو العمود اللي بعده. يعني بعد ما نخدمو سنسة في ايدنا فقط نخدمو غرزة بيكو. هاكا دوكا انا واش راح ندير، راح نمشي بنفس الطريقة كيما هكذا، دائما نطلعو هكذا كي يكون في نهاية هذه المرحلة نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انا هذه المرحلة خدمنا فيها الأعمدة وغرزة بيكو كيما هكذا، يعني كامل عادي هكا فوق كل عمود عمود. دوكا نروحو نكملو العمل باش نخرجو بالصف الرابع. هنايا عندنا شوف الجزء الثاني هذايا، شوفي عاد الصف واحد اثنين ثلاثة، يعني الرابع مازال ما خدمناش. دوكا شوفي نروحو نخدمو المايسيغي بسنسلة فيها واحد اثنين، نهبطو نخدمو المايسيغي هنايا، نحسبو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداعش اثناعش. بعد ما خدمنا هنايا 12 مايسيغي نخدمو سنسلة فيها واحد اثنان، ونروحو نخدمو مباشرة العمود هذا الثاني نخدمو فيه هكذا. يعني دوكا راحين نخدمو الصف الرابع في هذا الجزء الثاني، سنسلة فيها واحد اثنان باش يكمل عندنا كامل الجزء هكذا، يعني هو من جزئين، سنسلة فيها عمود سنسلة فيها اثنان ونزيدو عمود، سنسلة فيها اثنان ونزيدو. دوكا نخدمو فوق الأعمدة هادوما كامل عمود هكذا. هذا يا الجزء الرابع او الصف الرابع عفوا، نخدمو فوق كل عمود عمود هكذا. دوكا انا واش راح ندير، راح نكمل العمل كي نكون في الصف نبداو جزء ثاني كامل، اذا ما كملنا هذا الجزء الاول فيه جزئين، دوكا ندخل الجزء الثاني كذلك فيه جزئين وهكذا. سنسلة دوكا ندخلو عفوا، ندخلو في السنسلة نخدمو ثلاثة أعمدة. دوكا انا نكمل العمل كي يكون رجع نعاود نرجع لكم. هنا دوكا بعد ما كملت انايا هدايا رجعت هدايا الجزء الثاني، كيسما كملنا الجزء الاول كامل كملناه في جزئين، دوكا راح نبدا جزء ثاني بنفس الطريقة كيما بدينا الجزء الاول. نبداو اولا بالجزء الاول في الجزء الثاني، دوكا نخدمو سنسلة فيها اثنان، انا رجعت هنايا هكذا عادي كيما كنا نخدمو من قبل، يعني العمل راح نكرروه كيما خدمنا هنايا في البداية، الصدفة ونخدمو مربعات دائما فقط للتذكير. هنا نخدمو سنسلة فيها اثنان ونروحو عندنا هنايا الأعمدة الأول الثاني الثالث، ندخلو ونخدمو عمود سنسلة فيها واحد اثنان، الأعمدة واحد اثنان الثالث، ندخلو ونخدمو العمود سنسلة فيها اثنان، خلو عمودين وروحو للثالث ونخدمو عمودين، سنسلة فيها واحد اثنان وروحو نخدمو عمودين، خلو عمودين عفوا وروحو للعمود هذا الرابع. دوكا رانا نخدمو في الجزء الثاني، دوكا يعني مباشرة كي رانا نخدمو في هذا الجزء الثاني نطلع بسنسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، على خاطر هذا الجزء ما نحكموش فيه، ما نخدموش السلاسل، فقط نخدمو الصفوف اللي هي عبارة عن مربع. الصف الاول من المربعات والثاني والثالث والرابع كي يكونوا في الجزء الثاني، القسم الثاني هو اللي نبداو نلصقوا فيه، يعني نبداو نحكموا العمل هكذا. سنسلة فيها اثنان ودوكا نهضر فوق كل عمود عمود، يعني دوكا راني راجعه بالصف الثاني في الجزء الثاني، في الجزء الثاني في الجزء الاول، يعني هذا القسم الاول هكذا. هنايا نخدمو ثلاثة أعمدة، يعني دوكا شوفي، يعني شوفي دوكا راني نخدم هنايا في الجزء هذا الثاني، خدمنا الجزء الأول وبعد نخدمو الجزء الثاني كيما خدمنا هنايا في الأول، يعني هذا الجزء الأول هو عبارة على مربعات فقط، نبقاو رايحين جايين نخدمو أربع صفوف، ومن بعد كي نبداو نخدمو الجزء الثاني نبداو في السنسلة ونبداو العمل يهبط بالجزء هذايا الثالث. هذايا شوفي الثاني هذايا يجي معاك هادي هذا المثلث كيما هكذا، يخرج معاك كيما هكذا كي تبداي تخدمي الاعمده وكاع، يخرج معاك كيما هكذا، من بعد كي تكمليه بالفينيسيون هنايا بالغرزه تاع بيكو والاعمده. يعني دوك انا واش راح ندير، راح نخدم هذا الجزء الثاني، نخدم فيه الجزء الاول كيما هذا فقط مربعات كيما دوك راني راجعه بالصف الثاني، نزيد الصف الثالث والرابع. انا كي نكون باش نرجع نبدا هكذا في هذا الجزء الاول الجزء الثاني، نبدا هنايا في الجزء الثاني نعاود نرجع لكم. على بالي خلطتها لكم بالاجزاء، ولكن هذا كامل
هذا كامل جزء، ونزيد نخدم الجزء الثاني وهكذا، الجزء الثالث الرابع كيما هكذا، على حسب الطول التريق او عرض التريق اللي عندك انت، عرض الخزانه اللي عندك. انا دوكا نخدم هذا الجزء، كي نكون باش نخدم السناسل نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انايا الجزء هذايا الاول في الجزء الثاني، ودوكا راح ندخل نخدم الجزء الثاني، يعني حنخدم شوفي هذا الجزء، شوفي هذايا كامل في الجزء الثاني. دوكا راح نبداو نخدم الجزء الثاني في الجزء الثاني، نبداو نخدم السلسله فيها واحد اثنان، يعني دائما بنفس الطريقه نحسب واحد اثنان في العمود الثالث، ندخل نخدم عمود سلسله فيها اثنان، نروحوا كذلك نخلو عمودا دائما بنفس الطريقه، نروحوا للثالث العمود الثالث، عمود سلسله فيها اثنان العمود الثالث، يعني نخدمو أربعة أعمدة عادي كيما كنا نخدمو من قبل. دوكا واش راح نديرو؟ شوفي هنايا راح نخدمو سلسلة، هنايا راح نشوفي بما أنه راح نخدمو دوكا هذا الصف، هذا الجزء هنايا في الأعلى، يعني كل جزء فيه جزئين. دوكا شوفي هنايا راح نخدمو سلسلة كيما خدمنا هذه السلسلة، شوفي كيما خدمنا، شوفي كيما خدمنا هذه السلسله هنايا، بعد ما خدمنا المربع دوكا راح نخدم السلسله وراح نحكمها، نحكمها كيما خدمنا كذلك في الجزء الاول هنايا، وين عندنا هذا المربع الرابع هذا الاخير خدمنا فيه الصدفه، يعني دوكا راح نكرر فقط العمل هذا مكان. نخدم السلسله فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر، نروحوا لهذا المربع ندخلوا فيه هنايا ونخدم عمود أول نزيدو الثاني ثالث سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نروحوا كذلك يعني نخدموا صدفة نزيدو نكملوا بثلاثة أعمدة هكذا العمود الثاني ونزيدو العمود الثالث. دركا كذلك راح نمشي بالسلسله، يعني شوفي كيما خدمنا هنايا في هذا الجزء، شوفي طلعنا بسلسله فيها 12 خدمنا الصدفه وهبطنا بسلسله هنايا هذه السلسله وشحال خدمنا فيها، خدمنا فيها 11 عوينه، يعني شوفي هنا وين راح نحكم هنايا من قبل في البدايه حكمنا في السلسله لخاطر كانت بدايه العمل، لكن دركا عندنا وين نحكمه، يعني دركا راح نخدم سلسله فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر، وين رايحين نحكموها؟ شوفي نحكموها هنايا، هنايا شوفي من قبل كانت عندنا بداية العمل، كانت عندنا السلسلة هنايا هي اللي نحكمو فيها السناسل هنايا المرة الثانية، لكن هنايا شوفي هنايا عندنا الأعمدة هادوما المربعات هنايا في الجزء الأول، يعني رايحين شوفي هذا الجزء الثاني رانا نخدمه في هذايا من هنايا وروح هذا الجزء الثاني راح نحكمه في الجزء الثاني في الجزء الاول، يعني هذا الجزء الاول في جزئين راح نحكم هنايا، شوفي في هنايا وين عندنا هذوما المربعات في الجزء الاول يعني في الجزء الثاني، راح نهبط كيما هكذا راح نحكم هنا وين عندنا العمود هنايا، هنايا هكذا بعد ما خدمت السلسله فيها 11 عويله. دركا نجيو نحكمو هنايا هذا العمود هذا الاول، ندخلو فيه نحكمو العمل بالمنزلقه، نخدمو عوينه ونرجع نقلب بالعمل ونخدم هنايا سلسله فيها 11، نخدمو ماي سيغي 11، يعني 2 3 4 5 4 5 6 7 8 تسعة عشرة إحدى عشر هكذا خدمنا 11، دائما نطلعوا بنفس الطريقة باش نخدموا الأعمدة، هنايا عندنا ماي سيغي نخدموا سلسلة فيها واحد اثنان ونلفوا الخيط على الكروشيه ونروحوا نخدموا فوق العمود عمود، يعني كيما خدمنا في الجزء الأول اللي فيه جزئين هكذا العمود الثاني ونزيدو العمود الثالث. دركا نخدمو في السلسلة هذه ثلاثة أعمدة، يعني كل مرة نزيدو ثلاثة هكذا ثلاثة أعمدة، السلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، يعني نخدمو في وسط هذه السلسلة صدفة هكذا، يعني دركا العمل فقط العمل نبداو نكررو في هذا المكان بنفس الطريقة دائما.
انا راني نخدم بالكوطو رقم 16، راني فقط مزوميه هكذا. دركا نكملوا العمل كيما طلعنا، نهبطوا دائما بنفس الطريقه، سنسه فيها 1 2 ونروحوا نحكموا. شوفي هذه سنسه فيها 12، ندخلوا نبداو ماي سيغي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، خدمنا 12 ماي سيغي. نكمل العمل بعد ما خدمت 12 ماي سيغي، ندخل هنا في العمود. دوكا شوفي هذا عندنا الصف الاول في الجزء الثاني، هذا الصف الاول في الجزء الثاني. هنايا شوفي ندخل نحكم ماي سيغي كيما خدمنا في البدايه باش نخدمو هكذا يكونوا في الجزء الثاني. في كل جزء نطلع بسنسه فيها 1 2 هكذا، نزيدو 3 4 1. شوفي الماي سيغي نحسبوها على اساس عوينه، يعني 1 2 3 4 5. نلفو الخيط على الكروشيه، نروحو نخدمو عمود هكذا، سلسلة فيها 2 سلسلة فيها 2. دركا رانا هنايا شوفي كيف وصلنا هنايا وين عندنا الصدفة بعد ما نكون خدمنا 4 أعمدة، 1 2 3 4. دوكا نبداو نخدمو فوق كل عمود عمود. هنايا كيما هكذا دائما هذا الصف الثاني يكونوا فيه 6 أعمدة، كي نحسبو تاني تاع لي جو في وسط هذه السلسلة يعني كامل 6 يعني كي تحسبيهم تلقاي عندك 6 أعمدة. سلسلة فيها 1 2 3 ونكملو العمل. هنا بعد ما كملت انا خدمت الصف الثاني طلعت به، دوكا يبقى لي الصف الثالث. الصف الثالث راح نخدمه كيما خدمنا دائما، هذا الجزء راح نكرر فيه، يعني هذا الجزء راح نكرر فيه كيما هنايا. هذا الجزء الاول الثاني راح نخدمه كيما الجزء الاول، يعني دوكا راني في الصف الثالث هنايا. دوكا نجي راجعه بالصف الثالث هكذا، نخدمه سلسله فيها 11 ونخدمه الاعمده دو كامل، ومن بعد نخدمه السلسله الثانيه فيها 11 عوينه، فيها 10 عفوا، ومن بعد نرجع ب 10 ماي سيغي ونرجع كذلك بالأعمدة. لكن شوف هنا كي رجعنا بالماي سيغي في الصف هذا الثالث، كي نكون راجع كيما هنايا، هنايا نعاود نرجع لكم باش نخدموا الصف الرابع، لخاطر الصف الرابع ما نخدموش حتى نخدموا هذوما الأعمدة الصفين، باش عاد نخدموا حنايا هذوما هذا الصف الرابع. دوك انا واش راح ندير، راح نخدم الصف الثالث، كي نكون في الصف في نهاية الصف الثالث نعاود نرجع نخدموا الصف الرابع. هنا دوكا راني في الصف هذايا الثالث، شوفي خدمت يعني راجع نورمالمون هنا كمان. نقول مثلا اذا كنا عادي نخدمو في عمل واحد اخر نرجعو نخدمو الصف الرابع عادي ونخرجو، لكن هنا باش نخدمو الصف الرابع هنايا هكذا ونزيدو نحكمو هنايا السلسله هذه التالتة نحكموها. واش راح ندير، راح نرجع من هذه المرحله كيما خدمنا في البدايه هنايا. هنايا رجعنا بسلسله فيها 11، دوكا راح نرجع بسلسله فيها 11 هكذا، نطلع بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عفوا سلسله نخدموا فيها نخدموا 12. نقلبوا العمل، نلفوا الخيط على الكروشي ونروحوا نخدموا الاعمده عادي. دوك انا راح نخدم الاعمده كي نكون باش تحكم هنايا بين البياسه او الجزء الاول والثاني. نعاود نرجع لكم فقط للتذكير اخواتي، هنايا كي نبداو نخدموا هذا الصف الرابع كي ندخلوا هنايا نخدموا كيما خدمنا هنايا في البدايه، يعني نخلو عمود هنا في الاسفل ما نخدموش، يعني مش راحين نخدموا فقط الاعمده، راحين نخدموا عمود سلسله فيها 2 ونخلو عمود في الاسفل ونروحوا اللي بعده وندخلوا ونخدموا عمود وهكذا، يعني كيما خدمنا هنا في البدايه. هنايا عندنا هذا المثلث هكذا، هكذا هذه الزاويه كيما هكذا، يعني نخدموا مربعات. دونك انا كي نكمل مربعات نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت انايا المربعات كيما خدمنا في البدايه وفي الجزء الاول، دوكا نهبطو بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوكا شوفي نروحو هنا وين عندنا المربع هنايا، ندخلو نحكمو العمل بالمزيقه ونزيدو عوينه ونرجعو نخدمو الماي سيغي عادي، نخدمو 11 ماي سيغي. دوكا انا واش راح ندير، راح نرجع كيما خدمت هنايا 11 ماي سيغي ونرجعو نخدمو الاعمده والبيكو ونكمل هنايا
نخدم 12 ماي سيغي، يعني نرجع بهذه السلسله اللي خدمتها، نخدم 12 ماي سيغي ونخرج بالصف الرابع. دوك انا نكمل العمل بهذه الطريقه كما خدمنا في الجزء الاول، نعاود نرجع لكم. فقط حبيت نبين لكم هنايا كي يكون عندك بين البياسة او الجزء الاول والجزء الثاني، دائما يكون عندك هكذا هنايا في المربع، هنايا هذا الرابع، هنا عندك شوفي تحكمي هنايا خدمه في الجزء الاول كامل وهذا في الجزء الثاني هكذا. هنا بعد ما كملت انا خدمت معكم هذا الجزء الاول اللي فيه جزئين والجزء الثاني كذلك فيه جزئين، زدت خدمت كذلك انا الجزء هذا الثالث كذلك فيه جزئين، يعني تبقاي تخدمي انتيا تكبري العمل على حسب العرض الخزانه اللي عندك، تكبري كيما تحبي انتيا. انا شوفي خدمت هذايا بقيت نكرر فقط في نفس العمل، كل جزء فيه جزئين. دائما كي تكملي في البدايه رانا بدينا هنايا بسلسله هنايا، يعني باش نحكموا بالسلاسل هنايا، وهنا نعدو دائما في كل جزء، الجزء الثاني كيما في الجزء الثاني في الجزء الثاني والجزء الثالث في الجزء الثالث، كنا نرجعوا شوفي نرجعوا نحكموا هنايا في المربعات في الجزء اللي قبله كامل، يعني الجزء الثاني هكذا، وهنايا هذا الجزء الثاني نروح نحكمنا في الجزء الاول، والجزء الاول هنا يحكمنا في هذه السلسله اللي بدينا فيها 10 هنايا. دركا هكذا يكونوا هادو تلايق يكون العمل، يعني عمل ماشي صعيب ساهل، فقط شويه تركيز يكون معكم ساهل، وتكبري او تعرض تخدمي العرض تاع هادو التلايق على حسب الخزانه اللي عندك، فقط تكري فقط كل جزء شحال من مره. هنا بعد ما زينت انا هادو التلايق بالنسبه للارتفاع تاعهم هما في حدود 10 11 سنتيم، الارتفاع تاعهم 11 سنتيم او 12 سنتيم. في الاخير اخواتي هذا هو العمل اللي خدمناه اليوم، اذا عجبكم ماذا بكم تدعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء وملتقى اخواتي.